اوكي، ممتاز ممتاز ممتاز. اعزائي المشاهدين، صباح الفول والفلافل، معكم حكيم صاحب الكرسي العظيم، اهلا وسهلا فيكم جميعا في حلقه ثانيه من جاري اللعب مع تلفزيون الان. وطبعا الشباب الحلوين اللي معنا اليوم هم حسام المصري ومحمد حمان. شو اخباركم يا جماعه؟ هلا استاذ حكيم، هلا هلا، مرحبا، كيفك؟ مرحبا مرحبا، نوركم طفى على الكهرباء. انا اليوم جدا متحمس على فكره بدي يصير العب مده، بدي العب اي دي سي. دبر حالك يا كابوي، دبر حالك يا معلم. ابشر ابشر، انسى، انا راح امسك اللعب اليوم، انا راح ادمر الوضع. تمام، روح طالع. متحمس انا صح؟ كثير هسه، خلص متحمس كثير. ذبحهم طبعا اعزائي المشاهدين. انا اوريدي عملنا احنا كذا اعلان على اساس انه الناس كلها تكون موجوده. امبارح كنا بنلعب، كنا اظن لعبت دوتا 2. انا اي كنت بلعب دوتا 2 مع صديقي اشرف مكي، وكان لعب حلو كثير صراحه، كثير استمتعنا بالموضوع. ولكن للاسف شوي كان في مشكله، الفريق اللي ضدنا كان كثير احسن منا، يعني كثير احسن منا. انعفد علي، انا ما عرفتش اعمل اي شيء صراحه. انا حاولت قد ما بقدر ان اضبط الوضع، ولكن كل ما كان في الموضوع هو انه تثبت انه الالعاب هذه محتاجه ان انت تقضي وقت كثير لتدرب عليها وتتسلى. فصعب جدا لواحد مثل حالتي اللي هو اللي بيلعب ليج اوف ليجندز وبيلعب دوتا وبيلعب اوفر واتش وبعدين بيروح بيلعب الاشياء الثانيه اللي موجوده عندنا. فانه يعني الحمد لله رب العالمين احنا عارفين اصلا ندخل على اللعبه ونشغلها ونلعب شوي. ولكن بنفس الوقت اللي انا ممكن اساعدكم فيه، وهذا اللي انا حابب اعمله بالذات مع الشباب، بالذات حماد وحسام، انه نعلمكم شوي بشكل بسيط او نعطيكم فكره عن الجيمنج بشكل عام. واذا كان عندك علم او كان عندك فكره او تلعب ليج اوف ليجندز او تلعب الجيمز اللي احنا نسويها، اذا نعطيكم معلومات ان انتم تحسنوا اسلوب اللعب تبعكم. حتى لو ما شفت التطبيق مني انا، لان انا مش احسن لاعب موجود، ولكن الفكر موجود، في هذا مخ يجي موجود زياده زين. فان شاء الله نعطيكم شوي من المخ هذا وشوي من الفكر هذا والخبره اللي عندنا اياها، ونورجيكم اللعيبه شو بيعملوا في حالات معينه. انا ليش عم بحكي انه بعرف العب؟ انا اللي بعرف العب، انا اللي بعرف العب، انا اللي راح اورجيكم اليوم. اكيد طبعا. بس حسام شكله اكل دي سي، اكل دي سي على السريع. لا يجي يجي حسام. حسام هاي، فصل عندي الكود بغلط. اوكي مش مشكله. اوكي لقينا جيم، يلا ندخل على السريع. حماد انا بدي اخذ ند، دبر حالك. ابشر. انا توب لين. اوكي شبو. لا عطوني. يلا بلعب جينكس مره ثانيه، مش مشكله. قول له بلعب مد. اوكي خلص بلعب اي دي سي، مش مشكله. ايش مين نعمل بان؟ بان ياسو كيتلين. زوي كيتلين اليوم يا بان ياسو. ايش شو تحكي يا محمد؟ بحكي اليوم كان في اليوم درافت بيك اوبن. بالضبط. شو يعني اوبن؟ صح، اخر مره ما كان اوبن صح؟ فكرنا احنا حكينا. نعم فذكرت. ما بعرف، يمكن بعد هذا الجيم يسكر، يو نيفر نو. معقوله؟ هو يعني حتى وانت عاد بتلعب المود هذا ممكن بكل سهوله يشيلوا عنك؟ مين اللي مختار لسه قالوا له؟ لا هلا ممكن الجيم الجاي يطلع لك انه اتس نوت افيلبل اني مور، اذا بطفي جدا يعني، اذا فعلا بطفي بالليل. اوكي نو ماي كايسا. كنت العب ست اب سايد بس امك. انت حكيم سؤال، نزلت فورتنايت ولا لسه؟ لا ما نزلتها لسه. لا اوكي، المره الجايه بنزلها المره الجايه. بس يا زلمه انا خايف العب فورتنايت، والله باكل عراسي بنضرب يا زلمه، والله بقدرش. اخذوا جينكس، هم مالهم الناس كلهم على جينكس، كل ما بتقول بدك تكون العب جينكس ايش الهبل. طب استنى، ليه ممكن خايف على شو اسمه؟ ليه مش لعيب فورتنايت؟ عادي يا زلمه، عادي. احنا كلنا مش لعيبه فورتنايت، كلنا مع بعض نتسلى. بنجيب لك واحد من الكري. اوكي طيب، خلص ما عليك. هلعب فارس يبقى. اوكي على فارس ولا سيفر؟ ولا سيفر ما بتنلعب اليمين. حسام ايش تنصح نلعب فلاد توب سايد؟ شو رايك انت؟ ايش من اي ناحيه؟ كارونز رونز. تقدر تاخذ له بريدتور كمان مع تيليبورتس. كان يوز ات، هي اساس بريدتور اللي بياخذوها لفلاديمير عشان التيم فايز، ف اتس اولويز جود. يمكن احسن لو اخذ سيفر باي ذا واي يا حكيم هذا الجيم عشان ليونا استنوا هيك. توليت يا، وانت عملت له كل سريع، كنت بحكي مع سباي ما لحقت احكي. مشكلتك هاي حبيبي،
هاي مش هذا راح ياخذ عن جد، راح ياخذ تام كنت شميت. هو شكله بده ريبورت. اه في اريليا توب سايد. بس كارنر كمان اخذ ارك لايت فارس ولا اخذ شو اسمه اللي هو الجالكسي هذاك الثاني، شو اسمه دارك جالكسي ولا شو دارك ستار. دارك ستار روح حلو. روح اللون الازرق، احنا انا وياك متقمين، انت ازرق ولا ازرق؟ يلا ليتس جو. بس اسمع بلو تيم، هو ايش مشكلتنا احنا كل ما بنلعب انا بلعب فارس انت بتلعب جنجل معاي وبياخذوا سكاردر بالضبط. مش بس كان حتى جينكس باخذوها كمان. اه جينكس اخذوها المره بس هالمره مش معاهم جانا ف مش عارف شو اعمل. هلا بدي اجيب شو اجيب كيو اس اس سريع. هي بدها اول ايتم كيو اس اس. ايوه اول ايتم. لا هي بدها كيو اس اس اول ايتم. لا اي مين اول فرصه تجيني يعني. يا جيب اسمع جيب جوينز وريج بليد اي وبوت الاتاك سبيد بعدين جيب كيو اس اس بنفع. حاضر حاضر. يعني بوت اتاك سبيد وكوينز وريج بليد بعدين كيو اس اس بعديها بتجيب الهوريكين اللي بتأتك على ثلاثة. إيه إيه أكيد هوريكين ما أجيب ال رابيد فاير يعني تعطيني شوية رينج. يس يس هو عشان عندهم هلا بهذاك الجيم كان يمكن أحسن كورة بتفاير بس هذا الجيم عندهم كم من ميلي عد معي ليونا موردي كيزر كارنر أيريلي كلهم ميليز. نعم. بتميز إنه الهوريكين راح تعمل لك دمج أكثر صح ولا لا؟ نعم نعم. هي فيها فكره بس بس كمان انت بتعرفني انا الكايتنج سكيلز تبعتي مش ممتازه فمش راح اعرف اهرب وارجع لبعيد ومش عارف ايش. انا صار لي ديسكونكت فانا هجرب بس ارجع سريع. قولوا لي بس لما تشبكوا انتوا على الجيم. ايوه يلا يلا هي هذا شبك شبك يلا ريكونكتنج تمام ليتس جو. ذس انت كل جيم بتصير معك ولا اول جيم باليوم بس؟ ما اظني اول جيم اظني اول جيم صح؟ يا لانه ما فعلا هي ما بتصير معي لما نبلش احنا الجيمز اللي بعدها لما نلعب اللي بعديها واللي بعديها خلص بتروح. نعم نعم صحيح كلنا يتعود عليك اول شيء بكون شايفينك غريب صح؟ اللعبه صارت تتعود علي. شكرا بكل. شكرا كثير. اللي تفكر على الجيمينج لا مفروض يعرفوه الطائر. حتى اللعبة لازم تعرفه أكيد. ويلكم تو سمر زفت يا حكيم. هلا هلا وزحلنا كرش شكله عظيم الله يخليك. بس انت لازم تلعب بارد فكرة عشان كرش. انا؟ لا بلعب بجراجس اصدق. حلو عزام لسه 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 بارد فيرتشوال هاي فايف. هاي فايف احلى شيء انا عملت هاي فايف على الكاميرا كني خبطت الكاميرا وخليتها. انا عملتها على القنيه المي اللي جنبي. يلا انا في سوي مساعده مال انت. انا انت بدي مساعده كثير كثير. سكارنر معاه كثير كيوت. هذا سكانر شكله بده يضارب معصب. بس الميد لي حيكون كثير مسلي. عندي ميسنج. حيروح من الويف حيروح من الويف حيروح من الويف. ما راح ليش. تمام اوكي. انا لازم هلا اللي عشان تكونوا فاهمين الطبخه كويس يا جماعه انه لازم انا احاول افرم واركز اكثر شيء على هدول. هذا وين مستعجل هذا؟
ايش عم بيعملوا هدول؟ شو عم بيصير هون؟ هاي سكانر عندي. اوكي يا حرام يا حرام، ما سويت لي هيل. يا الله على الملل، يا الله على الملل، يا الله على البداية الغبية هاي. وبرضه ما معاه اي نوع من المانا ولا معاه اي اشي. يا ريتك عملت روتيشن بات يا بروسيو. عم تحرك تمام؟ تمام تمام. هاي ريلي الجديدة هاي بتعمل مشاكل. بس فلاديمير منيح المفروض ضدها. ما حاش اي. يلا ممتاز، برافو. ما عليك يا حكيم، هلا بنزل بادل، بنزل بوتلين، استخدم مسمى نز؟ اي اي ما عندهم شيء، انا لسه عندي هيل. اوكي. كان كبسة تليبورتية. تمام. كيف هيك عم بيصير معنا؟ جاب تروح. نايس، جود جاب يا سلام، خليك كل. يا الله عليك والله، عملنا الشغل كله على الفاضي. تمام. انا البينج عندي لازم اتعود عليه. اجيب بوت يا حسام من اولها. صح؟ كان هياخدها على فكرة. حاول التنين ياخدوها، مش واحد بس. حرامية. بيساعدوك بيساعدوك كانوا بيساعدوك. حرامية. كنا بنلعبوا سبورت الشامبيونز، يعني متعودين على الحرمة. وين سكانر؟ ما بعرف، بس شكله مقرب كثير من عنا فكره. على الاغلب حيطلع تب سايد. لا شكله جاي. انا ايش فلاش. هلا هو الريد تبعه طلع، فممكن ياخذ الريد بعدين يجي بوت. ما بعرف، هلا بشوف. انا راجع لورا بس. بستنى الاخ يرجع هذا. الفارم تبعي انا 31 ولا اشي، هذا سيء جدا. لا قارن حالك انت بالاي دي سي ضدك، ما هو 32. لا بس هاي الويف لساتها لك كلها. شايفينه؟ لا مش شايفينه لهلا. سكانر ما بين. ماشي. ما حاش قلت بسيطة. هيو هلا بين. هيو هيو بالبوت سايد. شايفه؟ جايكم جايكم سكانر. ارجع. اوكي.
معها فلاش ايريليا. ما فلاش. ما فلاش بس معها شلت. سكانر بالميت ده بس عطا. شفته هذا البارد شو عم بيعمل يا زلمة؟ عمل الالتي على جينكس وانا بدي اعمل عليها الالتي تبعي. ساعدوه ساعدوه خليه يشيله. مردكايزر كمان جال عنده ولا ايش الفلاش. او ماي جاد جنني جنني هالسكا هلا البارد. عشان هيك سبورت نعمل كويس. مجنون هذا مجنون هذا نفر فيه يجي جنون ما في زين. اوه دبل كيل. الله الله على البستاني. الله على على ايش ذا جاردين اوف ذا فلاور. يلا تعال احنا هلا اسمنا احنا اسمنا كراب هانترز هلا كراب كرابس. حلو هم عملوا بف للهانتر للكرابس صاروا الكرابس اهم كام بالجنجل كلها صاروا اقوى من اي شيء بالجنجل تقدر تاخذه عشان هيك الجنجلر صار اسمه كراب هانترز. حلو شايف هيني عم بستنى بالكراب تبعي ليرجع. ليه ممكن تهرب هبيلة؟ اكلني عشان ما اخدش الكيل اهو اخدته. نو فلاش توب طيب طيب بس ايش مضيع كل السياس. هاي هاي من تليبورت لازم بش الباب صح. هاي كسرت اكثر منها ب 16 سي اس يا حكيم. يلا تمام. سكرنا قريب على فكره. يا ارسدد ارجع ارجع في مرد كذا. تعالي تعالي في عندنا مرد هون. عندي عندي ردن هلا. ما بنقدر نعمل دايف اوف في مورديكيز لانه او كان فايت توتال فايت. انا علقت 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 كثير علقت كثير. اوي شو صار فيي انا علقت 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 معي اللعبه بشكل رهيب. تو باد قتلناهم كلهم. كنت عامل تليبورت بس لو ما علقت عندك. لا لا علقت علقت بشكل غبي يعني ما بعرف شو صار. في رابر باندينج غريب عم بيصير هون. اتوقع من النت عندك مشكلة فيه كأنه. لا 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 ما عندي الستريم ما عندي ولا فريم دروب هذا من سيرفر.
اي نعم. يا حرام، فكر ان عندي دامج اكثر. دنتوري يعني هي مع الوقت تحسن دامج اكثر. اسمع تعال تعال اسحب توب سايد، اتوقع سكان انا عارف ليش ناخذ تور. يلا جيك كيف الجاي خش انت. يا بالضبط، ما حش فلاش ما حش الت المفروض، لانه عملت كاس له قبل ما تموت. مين هي؟ جينكس؟ نانا ايريلا. في عندك حدا؟ بقتله معي. اوكي ايريلا تحركت. اوكي استخدمت التيها. طب ماشي حسحب التور. اخذت البلو. خده تمام. انا ايش قصدي؟ اوكي صار عندي الجونسو. هلا حسام فيك تشرح لي بشكل عام الجونسو شو بتعمل عشان بس انه افهمها من طريقتك انت؟ طيب الجونسو عباره عن ايتم بيعمل زي ستاكينج. حلو اوكي. انت هو بيعطيك ability power وphysical damage واتاك سبيد. نعم. لما انت تعمل اوتو اتاكس على اي شيء بالماب، من اذا هو مينيونز ولا هو جنجل كريبس ولا شامبيونز، بيبدا يصير عندك زي ستاكر. انت لو تتفرج على الكاركتر تبعك تلاقي جنبه في رقم هيك ريج بليد اكس 1 اكس 2 اكس. ايوه شايفه. على شيء اكس 6. لما يكون اكس 6 بيكون بيعطيك اكسترا اتاك سبيد واكسترا دامج، فانت بيصير الكاركتر تبعك يعمل كتير دامج، عشان هيك بيجيبوه على الدي بي اس تشامبيونز. انا معك. يلا طبعا. فلما انت تجيبه على دي بي اس تشامبيون الدمج تبعك حيزيد كتير. نعم. ورا البونس دمج والبونس اتاك سبيد اللي انت عم تجيك. تمام. فلشت هي. حلو. شفت كيف بلكت الكيو تبعتها بالالتي؟ اوكي اعزائي المشاهدين احنا رايحين ناخذ بس بريك سريع وبنرجع لكم على طول، فخلكم معنا. مشاهدين وانت اجيتوا في الوقت المثالي يعني بيرفكت تايمينج. يا دوب مر من وقت المباراه يا دوب ربع ساعه ولا شيء زي هيك، انت رحتوا على بريك، الفريق الثاني استسلم وقال انا بديش العب اللعبه هاي، انا بدي اروح بدي اروح الماما خلص. يلا الجيم هذا راح اسوي اونر لحسام، الجيم الجاي اسوي اونر لحماد. والله هو كمان انت الفرس تبعك كان كتير قوي فهم ما قدروا يعمل شيء. صح بالضبط. انا هيك شفت. اي والبليد لحكيم عملنا كاري هارد كاري اكيد اكيد تريد اونرس بعدين اخذ ثانكس واحد عمل له اونر. الله شكله بارد معقول؟ كل شيء بيصير. ليش اللي قبل ثواني شايف ليش هيك الدرافت راح كانه راح؟ لا ما راح لسه، انا عندي مين هاي المود مود نوت كارنتلي افيلبل. شفت حكيت لك حكي. خلص يلا اوكي روح بلايند. نقيت عليها حسام مباشره والله يسامحك. نقيت فيها والله هيك انا عملت زي هيك حسام، انا عملت لك انفايت اللي بتحب تيجي بالضبط. قادم ثواني بس قبل ما نبدا. بدي اشوف تيد اذا بده يجي يلعب معنا هاي الجيم ولا الجيم. أعطوني دقيقة بس. طب خلينا نلعب كمان جيم. بتبيجي جيم. يلا جو. العب ميد تلعب ميد ممكن العب ميد. ميد طيب جهز حالك اكتب جهز حالك تكتب ميد. ايوه كلكم اكتبوا ميد كلكم اكتبوا ميد كلكم اكتبوا ميد اعملها بعدين كنترول في هيك هيك
في 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 ميد في في ميد في في ميد ايوه كنترول في كنترول في جهز حالك. هذا بلايند بيك فيش في رحمه. عادي ممكن نلعب ثلاثة ميد مش pick... مشكلة. فارقة معنا على السريع. احنا فارقة معنا. بدي اعلمه كيف تتسلى بالجيم وعادي لو ايش ما صار خلص مش تسلاي. اهم شيء تسلاي. بعدين تلاقي واحد زي حكيم معصب بيصرخ بالخلفية لو كان عمل فيها هيك. انا عملها في غيري. غيري يعملوا فيها لا ممنوع. تعرف ممنوع. كان هلا في غيروا عملوا رون اسمه انسيلد سبيل بوك بيخليك تغير عارف عارف السمر سبيل صح. في ناس شو صارت تعمل تاخذ نونو. تعرف نونو هو زي ما تحكي الشامبيون اللي بيعملوا فيه ترول بالعاده. ميد اختار لك شامبيون ميد هيك بس هيك بس الطيب. ايوه بالضبط. فايش كانوا ايش صارت الناس تعمل. انا اي دي سي خلاص احنا هيك موزعين صح. صارت ايش اللي بده يعمل ترول شو راح يعمل صار يعمل يا حكيم ايش يحكي اوكي يلا انا ايش انا جنجل ياخذ فلاش وسماي بعدين بنص الجيم يحولهم لشو يحولهم لجوست وكلاريتي ويقعد يعمل ترول طول الجيم بعدين لما يجي يخلص الجيم برجعهم فلاش وسماي. وات ليش هيك طيب ها مرحبا. عشان ما ينمسك من السيستم انه كان يعمل ترول. حلو برافو. بس جميل بس جميل الاحوال بنمسك ولا كيف يعني لا لا هدول اللي بيعمل اذا ما كتب ولا اشي بالشات وضلوا ساكت وبيعمل ان ما بنمسك. هلا السؤال انا عم بلعب سوسري اخذت اركين كوميت التيميت هات ولا اخذ اشي تاني غير التيميت هات. التيميت هات صح لكن ما انا فلو اتوقع ما انا فلو كويسه. ليش ما انا عندي اصلا الباسيف تبعتي. اوكي حتى عندك الباسيف و ترانسندنس صح ولا ابسولوت فوكس. لا انا ما بدي مو بس ترانسندنس احسن لك. خلي معك كول داون 10% واخذت كوزميك انسايت وبرفكت تايمينج عشان الستوب واتش بروكن واتش وغاذرينج ستورم كمان. غاذرينج ستورم كويس. واخذت تي بي كمان. كيفني بس معك يعني حتى مش بارير اجريسيف رايح انا وحش لاني تعنيف. ما كان في اي نوع من ردة الفعل. هو انت انصدمت ولا ايش؟ لا هو بالضبط انا قاعد بطلع على جيرسن معاه تليبورت وانا معي اجنايت. طب انا ايش ضدي بالبوتلين؟ ضدي اوريانا براند بالبوتلين. طب انا ليه حياتي حزينه؟ اوريانا براند اكيد. اوريانا براند عندهم دبل جنجلر. دبل جنجلر. جنجلر طبعا حينبسط. هيوكل فليم كتير مديانر تبعنا. لا على فكرة أوريانا في المد هتكون أو براند في المد. براند ومين بالبوت؟ لا في واحد هيلعب بالبوت. هتلاقي شيكو. هتلاقي شيكو براند هيكون مع سمايت وكين مع سمايت. حيكون الجانج عبارة عن 3 مان. حتكون حفلة. لا بس صراحة اللي أنا شايف إنه وورويك اليوم راح يعيد. هو عايد وورك هيعيد ويعيد. هيعيد ويعيد بس بضل وورك يعني. بس انا اللي كنت انا اللي حكون مبسوط. حيكون عندي واحد باللين فرم براحتي على فكرة. ما اظن هيجي واحد بس. ما هو تعرف ايش ممكن يعملوا؟ يخلوا اوريانا او براند يعمل ويف كلير بعدين يضلهم يجوا هجوم جماعي شيكو وكين وبراند شيكو وكين. والله انت املك كتير كبيرة بفريق بيعمل ترول لبعضه. هو هاي ممكن تكون استراتيجي مو ترول. انت هيك شايف؟ انت هيك شايف يا حسام؟ لا والله شايفها ترول صراحة. شايفها ترول كمان. قال صعب صعب. عم بتحاول تبررها تحللها تصفضها. ما في مجال. لا ترول. يلا ورينا الانسريال تبعك. Good luck buddy. حرام. شان بيكتبوا بالشات. انا مو مبين الشات عندي. بحكي دبل جنكل بليز هيلب مي سكاوت. حسام انفيد يلا سكاوت انه احنا نورد له عشان ما حد يعمل انفيد عليه. حزين. تفرج هاي الحركة.
قربت عليه هيك انا. الله عليك جود جاب ازريل. بس انت هيك حتموت ولا لا؟ ما بموت. حلو الباثينج. الله دبل فيرست بلوت حلوه. ما ايش تليبورت للاسف. ور ور لما عملت مثل الاي تبعتها. انا رايي ترجع يا بيقتلني. ها بقتلها ولا اشي. بس جمع سولز كويسة. موت موت. يس يس. بداية موافقة جدا. يستا ناسبة للجيم. يلا فسلط على ازريال. وكتلون عيون السود يا لين المال حدود. كتلوني كتلوني كتلون عيون السود. حتبي بلتوها السهاد. يب تمام. هلو كيف السيتويشن؟ في عنا جانك هون ولا لا؟ في عنا اتوقع يبورد. لا ممكن مشكلة مش عامل باندي. يلا شيكو كان بوتلين هلا قبل شوي. كيف لاشت استغفر الله العظيم. مش قادر اجيب ولا 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 منين. هي تحاول تعمل بوش عليك على الاغلب. هاي شيكو عندي بالتوب. يلا برافو. شو كتب لي؟ مين هو؟ وورويك كتب شيء؟ لا 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 بس عمل بينج على الإكنايت تبع شيكو. على فكرة ابدا ما في فرق بيني وبين هذا بالفارم ابدا.
كلهم يعني باعتبار ويف واحدة يا 15 تقدر تلحقها. هسه صار عندك شوية دمج، بس أهم شيء تخليش المينز يوصلوا تحت التوار. جاي لعندك، جاي لعندك، انتبه. بلعب تحت التور هذا الجهاز كله تمام لحد الآن. في ناس في الماجيك لو الله صار معي مصاري؟ لا لسه شوي. قط تبارك فلشت الشيء الله بسيطة. ما قلتيت قلت تعطيت اه لا 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 نو 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 تايم نو تايم اباي على اليسار. ليش كان عملت ليش هيك قتلت حالي؟ يلا بسيطه كان بقدر اقتله. كيف المدلين حكيم؟ كيف الايش؟ مدلين 3559 الفارم، بس هو 0-3 وانا 1-1-2 ووضعي اوكي يعني لا باس فيه. بس اتوقع كجولد انتو ايام تسوين يمكن الفارم. ما بعرف يمكن هذا رايح بلو كين كين اهو توب سايد نفلاش. لكسم هيك بلعب كثير كثير جبان اسمع جيس جاييك كثير كثير سيء يلا سيء بس العب تحت التوب. الله
اسمع ممكن اعمل تي بي لعندكم لعبتكم تحت. لا لا على الفرق. انا ضايق يضلك بلاي احسن يعني. نكس اسوء من السوء على الفاضي يعني لو جيت حتى انا عندي هنا شيكو No way تمزح معي انا بدي ارجع شيكو توب أخسر الكانون لما يبنات كنت قتلناها يلا بسيطة أو ثندر لورد شيكو هيرجع البيس يوتو شاف شكو كيف لو؟ اوريانا طالع لفوق اللي عندكم يو This game is gonna be tough. I know. بس احنا ما عندنا ليت جيم احنا؟ لا 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 مش مشكلة بالليت جيم، مشكلة بالميد جيم. احنا ليت جيم وي وين فور شور. Not sure about mid game. هم ما عندهم اي دي سي بالليت جيم عرفت؟ احنا بكون عندنا اي دي سي ف يعني احنا عندنا دي بي اس مضمون، هم ما عندهم. ماش تليبورت طيب انا حسام طلعت بسايد لا 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 طب انا جايك بوت اذا بدك تعمل جانك تايم بالضبط بس مش تبوت ايش تقدر محمود اوكي تمام مكمل في اوريانا ميسنج اوريانا سوري نقتلهم الثلاث نقتلهم الثلاث ورو راح يموت عيني رايح لعند ورو كان ايام يعملوا اشي مش مشكلة انت كمان هذا خليك تاخذ بلف براحتك تسحب تور ولا كيف؟ لا اسحب اسحب يلا destroyed a turret.
انا هرجع توب سايد. لاكس هتموت. اوكي تمام. بدي حل اصير اصيبه هذا. ده باخد بسايكلتي ماكس تان. حرام. انا كان بدي انط قبل ما يعملوا فلاش. طبعا الريسبونس تايم تبعي رهيب. ترى كثير صعب تعمل ريسبونس بالبنج اللي عندك. 140 لازم يكون بريدكت. لا مش هكو... انا مش واصل لمرحلة البريدكت صراحة. طيب بس نموت هذا الاشياء السريع. مرة خلنا استنى هذا الايتم اللي يجي 10% طلع لنا اللودنز اكو يعني بيمشي الحال. اباي تمام. انا هضلني شغال على الويف كلير على فكرة. هذه اخر تايم. لا بالضبط. نشوف الوضع كيف بده يمشي يا بيي. اوكي هلا شو السيناريو؟ شو بدنا نعمل هلا احنا؟ بدنا نعمل نحاول نعمل سيج. احنا كثير قويين بالسيج لانه عندنا زيرات ولاكس وريل. بس طيب. نعمل بوش ونضلنا نرمي سكلاتنا عليهم تحت التوأم. معي 2000 مصيبه كبيره. مصيبه كبيره. Good. انا جايك. الله عليها. لف عليها. يلا هاي نجيك انا على السريع. شباب. اوف والله. هيموت ورويك. يستاهل. تعمل اشي ولا هذا تقرا؟ يلا تعال زيد تعال تعال هيرالد. هش الصين هيرالد بس يلا عادي انا وانت ولاكس بنقدر. يا اكيد قديش عندي انا كول داون؟ عندي 35%. خذوه انت. خذوه شو بدي فيه؟ لا هاي اخذته انت. ما علينا. تم ريكورد سريع بتستخدم المد هذا او الابوت سايد. عدل له شيء يا حسام على الهيرالد صح؟ ايوه. صار يعمل دمج مهما كان ال HP تبعه بالضبط صح؟ تمام عندي جيس ميسينج. اوكي جيس هاي جيس ميت. ايزي ولا اشي. ليتس جو ليتس جو. حط هرب ميد لين برو. انلوكي. حيموت. تمام دبل كيل. حط هرب. اكبس اربعة. اكبس اربعة؟ لا اكبس اربعة عجبتني بالضبط. هسه بس لو تتحرك على فكرة لو تتحرك بتكنسل او توكن سي سي عملوا سرندر. ياي عملوا سرندر عن جد؟ عملوا سرندر عن جد؟ طلعت الهيرالد. لا طلعت الوحش. يلا 19 دقيقة سوي سرندر. بس اربعة هي ثاني جيم من رو فزنا ب 20 منت. بقول لك يا حكيم انت نت فيها تلعب ليج لانك انت بتلعب دوتا بتيجي على الليج تكون كثير سهله لك. شايف هيك انت؟ انت هيك شايف؟ لا دي هيك انت هيك شايف؟
ليش هيك شكل سلبية؟ ميمز شكل ميمز نايس نايس دمج حسام، نايس دمج حسام. مبسوطة حالك؟ أنا كان معي يا ميمز. يا 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 ليش كثير أنت زلمة؟ أنت قلت لي تحدي بيني وبينك دائما طول ما بتلعب إزريال، صح ولا لا؟ صح صح بالضبط. هلا هيك هيك صار، أنا عندي خمس ونات ولوز. طب أنا أكلت أربع أونرز، أنت كم أونر أكلت؟ أنا ولا أونر بالضبط. أه لا أكلت واحد والله. يمكن أعطيتك تعرف يا أنا أعطيتك. طيب في حد تاني جاي معنا؟ لا عشان اعمل انا بعت لتيد، بعت لتيد. يلا لو ما في بلش. بس ثواني اشوفه على الديسكورد. يعني بدي ابعت له على الديسكورد. صار عندي مفتاح هلا، صار عندي كي فراجمنت 3 كي فراجمنت. نعمل مفتاح ونفتح صندوق. صار عندي مفتاحين. عندي ثلاث مفاتيح، عندي ثلاث صناديق. طب حلو. افتح يا بالضبط. يلا ليتس جو. فامبورو بيرمننت ايموت. حلو انلوك بيرمننتلي. شو كمان؟ لفلت كمان. حلو حظي حلو اليوم. باكجات باكجات تمام. ايش هذا؟ وورين كينجدوم فارن جارن قصدي. طب شو رايك بدوتا ولا ليجا؟ والله ما فيني اختار، انا شخصيا بحب دوتا اكثر لان انا يعني بحب اسلوب لعبها كثير وهيك. بس تستمتع هون يعني. بس بستمتع بالليج، الاثنين حلوين ما فيك تقارن، والله ما فيك تقارن بين الاثنين. طب ايش رايك بفورتنايت وببجي اللي ما لعبت؟ انا بفضل ببجي. طب فورتنايت كتير كتير كرتوني. انا صراحه ما عندي مشكله بالجرافيكس، بس موضوع انك تقعد تبني ومش عارف ايش تقعد تبني هاي كتير ماخذه من 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 تركيزي صراحه، مش عاجبتني ابدا. طب في ميكانكس للبنا برضو يعني. اي ما حد صعب، ما حد قال انها صعبه، ما حد قال انها سهله. بدك مت صح؟ ما هو مفيش بدك العب. هو اخذوا كل شيء هم. بالضبط. فعندك يا توب او ميد. ايش بتلعب؟ روح توب، انت اشطر مني توب. لا فيش حدا اشطر منك يا حكيم. لا يا طويل العمر تضحكش، تلحسيش عقلي. عارفين حركاتك تلحسيش عقلي. ترى بصدقك بعدين والله، ترى والله بصدقك. طب ايش نلعب توب سايد؟ رايز كويس توب سايد يا حسام بالتعب. العب بدك يا صاحبي الجيمات نورمال هاي، ما في صعوبات عم بتواجهنا. باخذ فيز رش عليها. فيز رش يا صاحبي. نعم تمام تمام تمام. اخذ المينيون، المينيون ديمون تايزر هاي. ايه مينيون ايه؟ عيدها. ويت ايش اسمها؟ طب ايش بالعربي؟ يا صاحبي هاي الكلمات ما بتنحكى على الستريم. كاسي 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 تحاول. مينيون ديميتلايزر. دي ماتيريالايزر. دي ماتيريالايزر. دي ماتيريالايزر. اقرا فيها يا جاهل. يا جاهل. اسمع هي تبدا هيك ماتيريال ماتيريالايزر دي ماتيريالايزر هيك احفظها يعني. برافو الله عليك محلل الكلمات. محلل اذا محلل باللعبه وبالكلمات. كيسه بدك اياها. كيسا جنجل. نعم. ضد ازريال جنجل. مين اقوى؟ مين ضدي انا؟ شو اسمه؟ انا عندي ازريال. وازريال؟ لا ازريال جنجل وماخذ اكو اكو طبعاً. اكو جنجل مع ثندر لورد. لا اكنايت ماخذ يا اكنايت اتوقع. لا لا سوري ازريال ازريال جنجل عم بقول لك. ويت ضدي فين؟ ايش ابلش درانز رينج معقول؟ درانز شيلد؟ اوكي تستطيع ان تبدا بالدوران يشيل او بال حبه الرينج تبع لورد اوف ذا رينجز. حابب ابلش عشان اجيب تير اسرع عشان هيك. بتقدر تجيب بتقدر تجيب مانا كريستال. اوكي احنا قدامنا فريق اي دي سيز، يعني احنا لازم نعمل شوف نعمل بوش نعمل كلير وهيك صح. ثلاث اي دي سي سي ثلاث اي دي سي سي زايرا وايكو. نعم نعم بس احنا الكوم تبعنا منيح يعني ضدهم معنا. بليتز كرانك المخيف. بس بليتز كرانك ما خد تي بي كمان.
اه بس معاه شو اسمه، معاه انسيلد سبيل بوك الجديده. صح. طب ليه ما اخذها هو؟ عشان يقعد يخرب عليهم بعدين يرجع يعمل تي بي على اللين. هلا هي صارت الانسيلد سبيل بوك الجديده صارت شويه غير عن لما بدت الانسيلد سبيل بوك. صفت انه انت ما بتقدر تغير اللي بدك اياه براحتك. في عندك بيفتحوا لك ست من السبيلز تقدر تستخدمهم، وبعد دقيقة ستة تستخدم واحد منهم بس. حلو؟ أنا مثلا هو بيقدر يحول، يكون عنده فلاش وتي بي وبصير عنده كمان سبيل هي هيل تيجي محل التي بي، عرفت؟ إذا استخدم الهيل بيروح، ما برجع بيقدر يستخدمه مرة تانية لنهاية الجيم. ضل له شو؟ ضل له سمايت واكزوست واكنايت. بس بترجع يا حسام بعد 3 سبيلز، يعني إذا أخذ هيل سمايت فرضا جوست وتليبورت بعدين ترجع الهيل تعمل ريفرش والله بيقدر ياخذ. بالضبط. اوكي نايس نايس. ما كنت عارف انا هالشيء. ولما يختار السبل بدها 5 سكندز لبين ما تقدر تستخدمها، يعني عشان هيك مثلا بدهم يعملوا تليبورت بحاولوا بيطلعوا اوت اوف كومبات، لازم تكون اوت اوف كومبات. بعديها بحاولوا وبيرجعوا ريكول، هم بيرجعوا ريكول بحاولوها عشان ايش يعمل تليبورت اسرع وقت، لأنه بدأ 5 seconds تبقى مصير أكتف. طيب ضدنا فين؟ أوكي فين ليه ما عملت الآن؟ قلت لي أنت بعد أحك علي يا إخوان. أنا تركك بحالك. أنا شكلي هعاني توب سايد. يا نحاول من عنيش كده تعمل بوش علينا. يلا منيح نحسام الجنجلر. حلو. لا يا مشرق قال البيلز كرانك في الدمير بوتلين شو الدمير؟ عالسريع. طلع النبي اعطي محاولة اخرى فيش؟ اوكي ما علينا. حلوة حلوة هتلعبها، هتكون حلوة سريعة. جود جيم جود جيم شباب. ايش فيه؟ يمكن اكل دي سي؟ ما اظن. نبلت كان بهرو. هذا بينقني. طب انا متت؟ لا ما متش. طب انا هرجع لي معي سرتير. معي تير. ما يشمعنا. بس ماش تندر لورد هو؟ لول. عملت لي بورد. لازم استنى شوي بس. يلا كنت جاي اساعدك. اهم شيء المحاولة. اسمع بتكون نطلع وشو اسمه ونعمل جيم جديد ولا ما بنقدر؟ احنا ما بنقدر نطلع نبدا جيم جديد. الحل الوحيد انه احنا نقعد بالبيس نخليهم يعملوا بوش يخلصوا الجيم. بالضبط. او انا ما بعرف شو كميه الدامج اللي الشامس اللي قدامي بيعملوها. والله بحس ان انا ما بعمل لهم اي شيء وهم بيفلخوني. شو ما عملت بحياتي انا دائما انا اللي بعملش عليهم دامج وهم طا 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 انسى يعني. يسعد الله يسعد الله. الله ليه؟ طيب
بداية مشرقة ونهاية أشرق. شكل هذا بوت سايد، شكل هذا بوت سايد. أنا أترك التوب لحاله. لا 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 لا، خليه خليهم يعملوا بوش بوت إذا عشان إذا ما رجعوا الجيم تخلص. آه أوكي، يعني مو حلو نروح أف كي بعد الستريم، عرفت؟ آه خليهم يعملوا بوش بوت. آه ممكن نروح أف كي ونلعب أوفر واتش عادي. كيف تعمل ترول بالعقل بس؟ آه إنه يكون إفيشنت يعني. بالضبط. آه حد خرب عليك الجيم عادي، يروح يشغل جيم جديد وما حب يحكي معك كلمة. اعمل له بيت، خلينا نطلع عليه. انا معك. ايوه ما بنقدر، ما بنقدر نعمل اشي. زيرو ليشن مخيفين. ايزي قران مساعدة. وين عن ابو هذا القرف؟ ليه كده بس كده بس كده بس؟ فعلا why is this like this they make. انا لازم العب ليج على الشاشه، انا لازم ما العب ليج على التلفزيون. ليج ليه ليه ليج مش لعبه للناس اللي ما عندهم صبر ابدا. ليج ما ينفع. لو الجيم حلو يمشي معك تمام، لو الجيم مش ظابط بيكرهوك عمرك يعني، عارف؟ كأنك صايم وبدهم يمتحنوا صبرك يعني. اذا بتحب تتركهم خليهم خلصوا الجيم براحتهم، فاهم؟ وانا موقفهم ليش؟ مو انت شايفني كل ما بروح لعنده بيضربوني عشان بعمل لهم شيء. هاي جلط كلهم بعيد. داينوب يا زلمة، حياتي حزينة. إسرائيل بحكي لي داينوب. الله حكيم، ساعد حكيم يا سباي. اللي فيور بيساعدوه هسه، ما بحتاج مساعدة أنا. الله اوكي، هامش الفكره، فاهم كيف؟ ما شاء الله فيكر. بلعب انا مع فيكر بالبلايند بيك يا زلمه. طيب هلا هاو ماتش تايم دوز ات نيد ليعمل ديسكونكت؟ مع 7 دقائق او لو يخلصوا الجيم ويتشيفر فاستر، او نعمل سنتر 15 15 سنتر. بقول لك يا دي 15 يا انهم يعني هم يعملوا بوش. خليهم بوش بوت يا حكيم. يا ماشي خلص، احنا بنلعب الماب وهم بيعملوا بوش بوت. انا لسه ما وصلت ليفل 6. انا ما لازم اقرب على الميد اي، خلص ما العب ميد خلص. بالله بس ما تنسوا تعملهم ريبورت، هذول جايين يعملوا بوش yes. و قصدي تشيز، عملوا تشيز على ليفل 1 اذا ما نفعت عملوا ريش كوت خلص. بس يا زلمه هي بلايند بيك، ليش بتفرق على مع مين تفرق يعني؟ ما بس يو كان ريبورت ذيم، اتس ريبورتبل. اللي عملوه البيهافير تبعهم ريبورتبل. انستوبتبل. كيل هير، شيز غانا كيل يو، هيز غانا كيل يو. لسه عنده ألتي كمان. Okay.
الله تليبورت اقصدها انا ما عليك عشان توريها للفيورس اكيد لازم يعرف كل السبلات صح هذا هو المطلوب هذا اللي احنا كنا بنحاول نعمله اصلا عندك وورد اوريهم بقدر احط على وورد كمان طب دكتلهم الضوء ولا شو رايك لا خلص خلينا نخلص يلا انا نفوت اوفر واتش تمام نايس جيم في ابديتس عاده بتنزل كثير باوفراتش في ابديت جديد في نيو مود عشان هيك اسمه جانكستاين ولا ايش زي هيك تبع زي تعرف الدوتا تاور ديفنس جانكستاين نفس الفكره بس انه بيطلع زي زومبيز بعدين فورمين تشامبيونز اللي هم ريبر وسيناترا هاي اللي بتعمل شيلدز و سيمترا سيمترا سوري وشو اسمه هذا اللي بيشبه باج رود هوك جنكنز أيوة. ريفنج طب يلا تعالوا عملت يعني انتوا عاملين ابديت خلاص انا عامل ابديت الاوفر واتش يس انا عامله خليني اشيك انا والله دعملها وين اتوقع اني عاملها مفروض اذا انت فاتح باتل دوت نت بيكون عمل اوريدي شو كده احنا يعني حتى لو سباي مو عامل بنقدر نلعب جيم بكون خلص الابديت عنده ان شاء الله اكيد هاز اكسباير بدك تلعب جنكستاين ريفنج يا حكيم من نوع انت بس تعال فوت الجيم وهلا انا جايب بلعب الصراحه اتس فن يا يا ليتس تراي اذا كمان معنا سباي بنلعب مع بعض يا اكيد اساس هي هذه تقدر تلعب ان مين انا يس مين هم الشامبس احنا نقدر نلعبهم سولجر الي سولجر انا مكري سولجر وهانزو سولجر مكري هانزو وانا انا بلعب مكري او سولجر انت تلعب سولجر اكثر صح انا ما بقدر العب الا سولجر من الصراحه من كل الكاركتر مش مشكله طب يلا فوت ليش متخلي يلا هي هذه جاي كمان عم بحط الباسورد الغلط كنت لا باسورد غلط ايوه طبعا هلا احنا فتحنا لكم اوفر واتش وهذه في عندنا شيء اسمه الانيفرساري او احتفال السنوي للعبه هلا صار عمر السنه اللعبه سنتين صح نزلت 2016 ولا ثلاث سنين 2016 تمام 2016 نزلت نعم فهلا بدنا نفوت على الجيم نجرب الموديل الجديد وبعدين كمان نزلوا الخريطه الجديده اللي هي في من الأردن من عندكم يا شباب خريطة بترا عاملينها دث ماتش صراحة شكلها رهيب جدا ورائع جدا وصحيح إن كان عندنا خرائط في بلدان عربية مثلا عندنا أويسس بالعراق عندنا اللي هي عندنا كمان تمبل أوف أنوبس بمصر ولكن ما هم مدينة عربية يعني مثلا ما حاطين لك القاهرة حاطين لك بغداد وحاطين لك دبي أو إشي لا هلا لأول مرة حاطين لك لوكيشن موقع رائع جدا وهو فعلا إشي رائع يعني كيف أقول لك يعني هي يعني هيستوري مكان تاريخي جدا يعني يكون عندك بتر هناك وان شاء الله هلا نلاقي فرصه انه ندخل على الجيم ونورجيهم للناس هلا مين معنا مين فات اهلا هادي هاي معنا اوفر واتش من المطر هاي هادي هاي حسام وهاي نو حكيم اوهايو اوهايو جزايماس اوهايو جزايماس يلا شباب وينكم بدنا نفوت نلعب تحمست انا اتحمس استنى احنا صرنا اربع صح أربعة. لا بس انا بدي اعمل ابديت للاسف الشديد طب خلص نلعب يعني كمان ابديت اليوم تلعبوا جيم هادي العب هادي انت وحكيم العبوا جيم واحنا من هلا نخلص حكيم ايش البدل اللي تبعه بروكن بي ار او كي 3 ان هاشتاج 2423 ييو
Cause I'm crazy. العبوا جيم واحنا نلعب الاف اف اي هذيك الفري فور اول ديث ماتش عشان ناخذ اللوت بوكس. بس حكيم انا متعود عليه يكون هايب اكثر مني هيك. انا غريب انا متعود تكون هايب اكثر هايب. بديش دوشة يا زلمة باخر الليل والدنيا نعسانة والناس نعسانين. هلا هلا شباب. هاي وين شباب وين ساشي؟ ما في معلوم. ما بعرف صراحة. احنا بنلعب لحالنا كنا. بس انا عندي جيجا الابديت كم عندك يا؟ انا جيجا؟ لا انا 500 ميجا وضل منهم 300. من وين بيجيبوا طيب الابديتات هاي يعني؟ شو انا؟ بعرفش. يوم كنت بلعب معك يا عصام. صح انا اليوم الصبح كنت عم بلعب عشان هيك قلت لك يا حكيم انا وهادي لعبنا الصبح اليوم. هو هلا وانا بحكي معك اول ما شغلت قبل ما شغل اوفر واتش بلحظات كان في شو اسمه كان في ابديت اول ابديت صح. يس يس هي انا عندي اياها. عندك فكرة ليه كل البلاتفورمز اللي هم فيسبوك ايميل واتساب كلهم عملوا ابديت للبوليسي تبعتهم حتى الجيمز بالضبط زي ما بتيجي اجت للكل مسج انه وي ار ابديتينج اور بوليسي اكوردنج تو اي يو رولز لايش زي هيك. والله ما بعرف يمكن صار في تغيير انا ما عندي اي فكره صراحه. حتى جوجل حتى كل شيء طلع لي مسجات انا انه سوري بات وي ار ابديتنج اور هذا بليز ريد وهذا واجري اون ذم شيء زي هيك بوليسي جديده صار متعاملين ما حدش بكره طبعا كلها حكي ما هي مفيده والله هذه سواها. بديت اول جيم لسه تلعبوا صح؟ تمام. بس هم ليش ما بيموتوا كان عشان بريجيتا معاهم يعني؟ يا هيلر تراي هوكس دي والله ما عندهم. انا ما لعبت فرع عشان هيك هداك النوب اخذ فرع. انا بورجيكم انا شو بعمل فيهم. انا فرجين. خلصتوا الابديت انتو؟ طلع شوي صغيره. احنا اربعه نلعب جنكنستاين هاي ولا فرانكنستاين. بس والله اختيار البترا ده جيمة اوفر واتش اختيار موفق هيكون احكي لك بترا هي السريع على بالاردن مرفرف بالبترا بالاوفر واتش. يا حلو الخريطة؟ يا لعبتها جميلة بس ديث ماتش زي شاتو ايشي نسيت شو اسمها الفرنسي هذيك شاتو عرفت الكاسل هذيك ايوه يعني على السكنات الجديدة كيف بس؟ لا هي مش سكن جديد لا هي السكن الجديدة مو نعرف يا رضيتكم اثنين ما راح نوصل ولا اشي مويرا ولا اشي نفختنا نفخ انا كنت هيلر بس مش قادر اعمل اشي. لا في مويرا بالتشامبسين اللي اختارها بالهيروز كان عنده مويرا لا احنا ميقدر نختارها ولا لا 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 انا هانزو مكري سولجر زي ما اتفقنا مكري حكيم وهانزو هادي وانا سولجر وانت انا يا شو اوكي ايش عدلوا على هانزو يا السريع ايش هو على السريع راح ياخذوها كم مره صاروا وش اسمه
يلا ام لونشينج اوكي ماشي. ايش صار معك يا احمد؟ ضايل 200 ميجا استناك معاهم يلا خلص بس اعمل اعملوا بارتي امروا لي اوكي نعمل بارتي ماشي هلا يخلص حكيم كريم امروا له جاك نستان مين هو؟ مكرين لا حكيم يجبك طب ليه مكري اهم رول يا هادي؟ بالله تشرح لنا لانه الديد اي تبعته وصل الدمج ما يقارب ال 2500 وال استنى شوي بس اوكي I need healing طيب هذا الجيم يا بيبي ريبر مثلا الرود هوك البوسز بيكونوا كثير هيلثهم عالي فانت ايش تعمل تسلخ يكري نانو بوست بصير بدل 2500 تقريبا 3500 حلو وبتفقع وان شوت بس فانه كثير هيك بصير اسهل يعني يعني بطل نانو بوست على شو اسمه سولجر No, هانزو اوكي شباب احنا بس رح ناخذ بريك قصير جدا ونرجع لكم احنا على طول بعد بعد الفاصل اهلا وسهلا فيكم شباب رجعنا هلا على البرنامج طبعا في اشي كتير حلو بدنا نورجيكم اياه احنا حاليا هلا في الاردن وكيف شباب ما حد يقتلني بدي اورجيهم الخريطه ما حد يقتلني ما حد يقتلني ما حد يقتلني وهذا بس اروح لبعيد شوي طلع يا شباب احنا في بترا قولوا هاي تفاصيل كمية وين الهاي ايش في احنا نحكي هاي ما مين بيحكي يعني مش مركزين الشباب تراي هارد على السريع دقين بعض بسيب سباي باي سباي لا ما زلطت ايش سباي following me around هايدي كتير لسه فكرة واطي تبعهم وينك انت عاود ادور عليه المهم الخريطة طبعا هذه كلها كانت بمناسبة السنة الجديدة لا لا لحظة طيب خلنا ورجي الخريطة يعني give me a second حمس زيادة عن اللزوم صح؟ فهون شايفين انه هذا المدخل طبعا بتفوت لجوا كمان في طوابق وطوابق طبعا عندك هون اللوحة الشهيرة هاي في فايت هون جد طب ليه ما قتلنا حكيم يلا طب ارجع ورايا يلا نلعب جنكستاين يلا يلا اوكي يلا اوه هون في ذهب وحركات وقصص والله حلو يس هاي الليجندري لا 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 مش على السريع الليجندري يا زلمة طلع النبي عشان السريم احطها هارد خليها ميديوم او هارد ما عندي مشكلة بس مش ليجندري اكسبرت اكسبرت ولا اكسبرت حتى اكسبرت صعب معنا يا هارد كثير صار بس يلا اوكي مالي خلينا نجربها بس نورجيهم وهلا راح اخذ انا فان هيلسينج طبعا هذه زي ستوري مود موجوده في اللعبه هي مو ستوري مود يعني هي
هيك اشي فن. ما فينا نعمل سكيب، خليهم يشوفوا. لا خليهم يشوفوا. هي ستوري عاملين سكنات حسب الستوري، في كوميكس عليها كمان من بليزر نفسها. نعم، بس انه الفكره انه هي مش مالتي بلاير لما كنا زي المود العادي اللي نلعبه ضد الناس. كوب بلاي. انا اما عندي لاج اما الايم تبعي فايت بالحرب، شكله الاثنين. هلا ايش انت على اليسار يا هانزو؟ بس انا بغطي اليمين، انا بغطي اليمين، حطي ثاني غطي السنتر ولا بدك اليمين؟ أنا بغطي. اوكي انا بغطي السنتر. انت السبورت تبعنا انا. اوكي إذا حد كان بده هيني قوي شيء مني قولوا لي أو لا سبايك. أنت تهيني بس إلي، بس أنا بهيني ماشي. هاي هارد صح يا يا في شيء غلط اللي ما بعرف إما ما بتجري. ما بعرف، حس انه في انه طلقات مفروض تيجي ما عم تيجي، اشي غريب يعني عم بصير. هلا على الخمسة راح يطلع ريبر. اوكي ريبر يا ريبر ستان نو هلا ميكري بروكن. ايه بعمل التي توقف هون. يا بتوقف هون وين ما نوضي هلا. حاضر. نو مش ما مستعد تعطيني انا ناو؟ نو مش هلا على الخمسة طيب دقيقة على ال 5 minutes؟ ما بتستخدم الالتي على طول، تستنى لحتى ما يعمل الفيز تبعته الفيز شيء. ايه بس يخلص عشان ما تروح. نو اول ما يعملها اي نو عشان ما يروح لما تروح الالتي يعني. يلا تعال هيني بالله. هيني عملها جي اوف. خلص كنت عملها سليب. لا ابعد عن النص. ميكري ما اكل بوف مرتب شكله. ايه لا ما اكل بف ولا شيء. هو دائما زي هيك التيتو كثير قويه بس ايش حد بيستخدمها يعني كل سكند، لان هي عباره عن مثلا في 6 سكند على كل سكند بتزيد 200 اعتقد او شيء زي هيك. شيء معين معين انا بوست انا نايس التد. اوكي اسالكم من قبل فوت عليه ايه؟ تب سايد اوكي دور اوكي تمام. هنا ده شباب يمين افان. اوكي لحقته باخد لحظة. عمي ألتي تاني. كم من إليمينيشن عندك سبايك؟ إيش بقى إيش مدام؟ كم إليمينيشن عندك؟ أنا مش بركز كتير على الكلينج. I know. عندي 17. هو المفروض أنت تركز على الهيلي. بالضبط إيشي جاي هسا. هاي طلع. طلع على الرود هوك. عملش ليك. ياب. في ناس اليمين. دير بالك يعمل لك هوكا. سير هيا، thank you. فيك تيجي من اليسار.
مالتي جنكر خبط هلا جنكر راح يطلع عند الباب اللي هون يس هلا في شو اسمها تناتا ارنون بتيجي على الهارد ولا لا صراحة لا مفروض بس بتيجي ميرسي اظني طب النورمال ميرسي اخر اشي هاي 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 ارجع 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 هاي 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 سنة ترى اجل اعملها سليب احاول اعملها سليب بس خاف منها مس مش مهم هلا احط شيء مني عم روكن ارجع بترك ترى هيل هيل سباي هيل قرب 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 قتلوه قتلوه She's gonna kill me! Hi, أنا متت. كيف متت؟ فوكس فوكس على عندك كثير سبون مش مشكلة احمي زيكو نايس ولا شيء باي دقيقتين ها؟ هلا بيجي هلا بينزل جنك رات صح؟ ها يلا يلا بس اخطيه اه هيل هيل اعملو سليب حاول اعملو سليب ماشي اطلع اعملو سليب اه اوكي ناو يدو نايس wisdom comes through in the end ريبر ريبر رجع يا لازم يكتروا بسرعة عندي التي تانية هلا روح وين هم موجودين بس تخلص الوقت ايش هو؟ اتاكد ان كل الليجاتنا جاهزه لل للباد في فاينل باتل كلهم راح يجوا هيل هيل ما يقلت احطه هذا بك 30 سكند لا 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 خليه في ريبر في ريبر تعالوا تعالوا عنا ايش لبس سيف اوكي المفروض ان هلا كلهم راح يبلشوا كلهم راح يجوا صح yeah. هلا ميرسي بتيجي ترفعهم كلهم اه المفروض غيروها هاي hey. حاول اكتب ميرسي اول مش انا دود مش انا فوكس فوكس ميرسي Back and back. Good job. المفروض لا why is this like this وال كم واحد قتلت الالتي هذا ادي عندكم الادي كم واحد كيف كم واحد 64 كيل 46 كيل
127 151 انا وين ببين وكيف ببادر اشوف يلا لا لا خلص خلص بكفي ما في داعي لعبه ثانيه خلينا نروح على اي نورمال مود اوكي خلينا نذبح بعض شوي فينا نلعب كومبتيتيف ولا ما فينا يا وي كان هذا لو لا يلا روح انا بحكي لي انا افيلبل بالنسبه لي بس بعرفش انا افيلبل عشان هو الليدر بس انه ما في فرق بالليفل تبعنا كثير يعني اوكي يعني انا مش مرنك سيزون ولا سيزون ولا انا مرنك اوكي طيب هسه انا حلعب ميرسي العاد سولجر او ديفا بس سولجر انا بنت باك بس ثواني اوكي 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 يب يا سولجر يا ديفا ما تطلب اي شيء ثاني بحكي لكم هلا مش غلط مو غلط ابدا اوكي هلا اللي احنا شايفه اوه في عندنا لوت بوكس انا كنت جايب لوت بوكسز كتير عندي 24 ولا 25 واحد بلاش نفتحهم واحد واحد هيك بس نشوف ايش ممكن يطلع معنا الله ليجندري لا او ليجندري انا هورس اللي هي الان وهي صغيره بس ما راح اختارها اوه عسل لان جيم اوكي بس يلا حلو بدايه موفقه جدا هاي بدالوش يو لا العب ميرسي شو رايكم لا لا ميرسي خليك ميرسي معي اوكي غير سكن ذا ويتش كم باك اخذ سولجر مني يلا ديفا ديفا خد ديفا وري ديفا اوه زاري معانا يا بي طب بس الاخير لسه ما اختار جوكس هاد بجيبها اوكي اخذ هيلر لوشي اوكي ممتاز تو تانكس تو هيلرز تو كاريز صح نعم هي بفوق 3 هيك متى بتحكي بعرفش بس ما زين متى بيحكي اللي بيحكوه انا اللي بدك اياه لان هم كمان لو عندهم 3 سبورت وعندنا احنا 2 دي بي اس عادي بيكون كويس احنا هي النواطي على فكرة هي النواطي عشان يا لوتي ولا هالو كيفا تحت هون على البوينت اوكي يلا السريع راحت فيها فرع له ايش الدمج اللي عم بيصير فيي؟ في فارة يا اخوان بدي واحد يقتلها شو انا شلت فارة اوريدي ولا عيشوها؟ ايه؟ مش عارف صراحة قتلتها انا تمام هيداك نايس تمام ما قلتي؟ انا لسه انا كيف ما اسيس اليمينيشنز وات؟ من وين جبت؟ طب انا راح قلت هون لسه ما عندي اياها لسه ما استعملها ليه ما استعملها؟ نو لازم لا في شوتر خبيت انا 85% وين راح القلب يا حرام نطيت له فوق خبطت بالسقف يا بالضبط انا خبطت معك لا خبطت بالسقف بعدين عملت التي بوش راينهارت حرام انت قتلت حالك تعرف بالضبط ما انا عارف لانه فكرت حالي نطيت بعيد يا الله على الحظ او غباء هو الاثنين هو غباء اكثر من حظ
لا لا مع ميك خلتها تلف. انا اتذكر ضايل شوي بجيب برتقاني بعمل بسيستة جول. شلنا مكري؟ لا 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 كيف التانكس جوا؟ هيل يا بابا. ليش يلا يلا جو جو جو. خذ البوينت. سريع راح لوسيو. تمام. حسام انا ما بيخلوني اهيد كثير. جصة كثير حسام. ماشي بس انا ما بعرف عندي 12 اللي من ايش. طب كويس ايزن معي جولد عليه ما اعرفش ليه. ما هو انت اي حد انت بتضلك تضربه احنا بنقتله بنحسب لك انت كمان. اه والله اه يلا ارجع بوينت. لا انا تخبيت. ما شفته والله ما سمعته انا مشكله مش حرام. اوكي اوكي ما يعرف. استناني عندي انا التي 87% تبعتي انا على اليسار. استنى هلا جاي للنص انا. تعال على البوينت. تعال على البوينت. فوت على البوينت يا نو. الله عليه فيلي انا الله عليهم. استنوني برافو والبليد. هاي رائعه جدا كانت. يا بيبي ممتازه فيري نايس. لازم اطلع بالصوره. برافو عليك يا زيكو. انا من كثر ما انا مركز ما عرفت انه شو اسمه ما عرفت انفعل. لا لانه كان بدي اقتل اخر واحد من كريل اللي كان الاخير. هي 2-0 صح؟ 1-0 لا 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 بس 3 اه بس 3 يا بس 3 اوكي كان زمان بس 5 سباي تير معي تير معي اعطيني دامج. فتام ما تخاف. هيني انا هيك كثير واطي. اوكي انا طلعت من هيلو. ما واطي هيلو. برك في واحد برا. انا راح اضلني العب سيف شوي انه هلا يرجع لي الميكا. ما بزبطش لانه فاره اوكي. خليك معي شوي. خليك معي 10% للميكا. اوكي خلي معك. لا 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 القرد وراي. يلا شلنا. اوكي انا من بعد. ما يلتي لسه 5% اسمع. هي بالفرونت. خل اوكي انا جاهز لو بدك. ها ثانك يو. يلا راح المسكين. لوسي على البوينت. لوسي على البوينت. باي سولجر. ما راح. مش معقول اثنين هيتس كانز مركزين علي. لا
اكيد. لا لا الاثنين فاضيين يعني ما في تانك عليهم، ما في حد عليهم. مكري وهذا مكري دامج 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 دامج. It's okay, I have Ottoman. Next fight, we win. أنا عندي ألتي هلا. سجل ما شد. بس حسام بيتنك كثير. لا لا طبيت ورهيت ممكن. طبيت ورهيت. أوكي ألت ألت. أنا جاهز على ألتي. عملت ريفايف لا. وينك أنت هون؟ أنا جاهز أنا جاهز روح. لا لا في عندي ميك في عندي ميك في عندي ميك. أنا. Some mask up. Good, I'm good. Good job, yeah, spy. عن جد good job على الهيلينج. مزبط الوضع تمام. استعمل ريفايف لا لا بعدت اه نحن قلت لي عندي ولد مكري على اليسار اي ثينك اه اذا ني كان ني كان على شو اسمه على لوس قلت قلت ما ينك ولا كيف Very nice. It's okay, Mike. Why not? No, no, so don't. Hello. Good job, baby. Good job, boy. Good job, baby. لازم تكون البلاي تبعتنا لازم البلاي تبعتنا لازم البلاي تبعتنا البلاي تبعتنا يا معلم تعال يابا تعال اقول لك روح يا كبير الله عليهم الله عليهم يا حرام خمسة بحاول وين هات يعمل بلوك فيش اشي يعمل له بلوك Nice spy, voting for himself. لا والله عطتك لك. والله عطتك لك. يمكن بتلاقي بتلاقي حكيم أي حكيم. عمل له لأنه بموت بحب كتير ال. صراحة تدري إني ما عملت له. آه شفت كيف كمان. لا ما لحقت أنا مبسوط كتير عم بتفرج على التلفزيون كنت أشوف البلاي. في واحد راندوم في واحد راندوم عمل لي. صراحة تستاهل كنت كومند على ستة. البلاي هذيك حلو. انا صراحه انا بلعب وانا مش عارف شو بعمل بس بكبس كل كبسات انا انت انا على فكره كل ديفا بكون كثير دائما هيك صاب يموت انت كثير بتنزل اتش بي بس الحلو الموضوع انك تعمل لي تشارج للالتي فعشان هيك اوقات بترك بروكن وباجر عندك هايلك عشان اعمل تشارج للالتي يلا يلا شباب خلكم معي خلكم معي بديش افتح الليجندري بوكس هفتح النورمال بوكس العادي عندي 24 واحد نشوف بيطلع ازرق على الفاضي اوكي افتحها ثاني افتحها ثاني وقف مع الصندوق يطلع كمان ازرق على الفاضي فاشل ايش وضع مويرا حاب اجربها ما لعبتهاش ولا مره ما حلوه بس ما بحبهاش انا صراحه الله ليجندري 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 ووووووو زاريا زاريا السايبيريان هو ما بحبها عشان مش ميرسي عشان بلعب فورا حلو الزايرة سكين زايرة فكرة احلى سكين لزاريا حاليا اوكي خلص اي واحد السايبر بانك هذيك ولا لا ال 70s هاي اللي عندها شعر كبير نو جديدة هي تكون ماسكة دراجون بدل ما تكون ماسكة كانون تبع تشاينا تشاينيز يا امينة زي تريستانا يعني دراجون ترينر يعني اسمع انا عندي سؤال
باربيريان بالتيم فايتس لما كنت العب ديفا يا هادي لازم احاول اروح على الباك لاين تبعهم بالشارج تبعتي ولا اضلني واقف جنبك اعمل ديفنس. انت لا المفروض تروح المفروض تفوت على الباك لاين تبعهم. بس الناس الوقت يعني قصدي هاو تو بلاي ات كوركتلي انا قصدي بس نفس الوقت يكون الفرونت لاين تبعهم يعني هو حلو كنت ماشي مثلا انه تكون قدامنا مثلا. هي ديفا ديفا الفكره كلها تبعتها الديفنس ميتريكس تبعتها هي اللي بتعمل الشغل اكثر شيء. على العموم احنا اصلا خلص يعني هلا هنقوم عن الهواء هلا هنسيب يعني كمان شوي على اساس انه هذا ان شاء الله رب العالمين. اعزائي المشاهدين هيكون في عنا حلقات تانية كمان بكره خليكم معنا الساعه 12:30 بتوقيت السعوديه وصباح الفول والفلافل قولوا باي شباب باي.